في السنوات الأخيرة تفاقم التوتر بين الصين وتايوان التي تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها. الصين تتوعد مراراً بالاستيلاء عليها يوماً ما، وآخر هذه التهديدات جاءت عبر استراتيجية غير تقليدية تتضمن استخدام السفن المدنية بحسب موقع South China Morning Post، مثل سفينة The Chong Hua Fu Ching، وهي سفينة مدنية ضخمة بنيت في 2019 وقادرة على نقل حمولة بأكثر من 44 ألف كيلوغرام، طولها 212 متراً وعرضها يبلغ 29 متراً، ما يجعلها أكبر حجماً من أكثر المدمرات الصينية تقدماً. سفينة تشونغ هوا فو تشينغ بإمكانها أن تبحر بسرعة تصل إلى 19 عقدة ونصف، وبحسب التقارير استعملها الجيش الصيني العام الماضي في منتصف شهر أكتوبر لنقل 300 مركبة عسكرية في وقت واحد بما فيها دبابات وشاحنات عسكرية.